مرحبا بكم أعزائي الطلبة. إذن تنزيلا لإحكام المنهجية التي تحدثت عنها في لقاء سابق معكم، الآن سنقوم بتمرين حول التنزيل أو كيف نتعامل منهجيا. وخديت نموذج ديال تحليل نازلة قانونية، وهي نازلة تتعلق بمستوى الفصل الرابع في وحدة الشركات التجارية. إذن في هذا اللقاء المتعلق بتنزيل أحكام المنهجية النازلة، غادي نقترح عليكم نازلة ونقراها معكم ونشوفوا طريقة ديال التعامل معها، كيف يجب أن نتعامل مع هذه الواقعة من الناحية المنهجية. إذن وقائع النازلة تقول: قرر أحمد المهاجر المغربي في الديار الإيطالية الاستقرار النهائي في المغرب، ونظرا لرابطة القرابة التي تجمعه بعائشة صاحبة مطعم، اقترح عليها إنشاء مشروع اقتصادي مختص في تصنيع المواد العطرية بحكم اشتغاله بهذا الميدان زهاء العشرين سنة، وبحكم أنه يمتلك براءة اختراع في مجال العطور مسجل باسمه في المغرب، ومنحها فترة للتفكير في الموضوع. وبعد مرور شهر على الاقتراح وافقت عائشة بشرط أن ينضم زوجها عدنان الموظف بوزارة الصحة إلى المشروع، الذي هذا عدنان الذي بقي على تقاعده 4 سنوات، وهو ما لم يعترض عليه أحمد. وأثناء المفاوضات التي سبقت انطلاق المشروع، اتفق الثلاثة على تأسيس شركة تجارية ذات شخصية اعتبارية، حيث إنه وبخصوص الحصص يقدم أحمد براءة اختراعه قدرت بقيمة 500,000 درهم، وتقدم عائشة عقارا تملكه لإقامة المشروع بقيمة 400,000 درهم، بينما اقترح عدنان تقديم 100,000 درهم كحصة نقدية. ونظرا لافتقارهم أما بخصوص التسيير، لم يصل الثلاثة إلى اتفاق بشأنه. ونظرا لافتقارهم للمعطيات القانونية التي تنظم الشركات التجارية في المغرب، جاءوك يستشيرونك حول قضايا تهم الشركة التي ينوون تأسيسها. تلكم كانت وقائع النازلة. أجب بشكل مبرر تبقى للقانون، بشكل مبرر تبقى للقانون عن أسئلتهم الثلاثة: ما هو الشكل أو الأشكال القانونية التي تصلح لمشروعهم الاقتصادي؟ ما واحد اثنان ما هي الأحكام المنظمة للحصص المقدمة من طرفهم؟ السؤال الثالث والأخير: كيف يمكن تسيير الشركة المزمع تأسيسها؟ كانت لكم الوقائع وكانت لكم الأسئلة. إذن إذا افترضنا هذه الواقعة ديال الامتحان عندكم إن شاء الله في المراقبة، كيف نتعامل مع الناحية المنهجية؟ كما قلنا أول هام يجب التأني ويجب استحضار الزمن ديال الامتحان، المدة المنوحة، كم هي ما هي المدة المنوحة لنا في الامتحان باش نجاوبوا على هذه النازلة ونحلوها. كما قلنا الثقة في النفس وعدم واستبعاد كل عناصر التشويش وندخلوا العملية الأجراء. إذا غنبداو عمليا. إذا أول إجراء ما هو؟ وأول إجراء خص يقوم به الطالب، أول خطوة خص يقوم به الطالب، أولا القراءة المتأنية لوقائع النازلة. القراءة، وأعيد وأقول بأن النجاح والصواب في الإجابة الموفقة في تحليل النازلة القانونية هو القراءة الجيدة لوقائع النازلة، لأن الجواب يكمن في الوقائع. فإذا يكون طلبة الأعزاء انتبهوا إلى هذه المسألة، يجب أن تقرأوا الوقائع بنوع من التركيز
واستخراج الافكار الاساسيه انطلاقا من القراءه. اذا اول اجراء قلنا هو اجراء القراءه الجيده للوقائع، بعد القراءه للوقائع ثم كتابه هذه الوقائع بنوع من ترتيب الاحداث وترتيب التواريخ ديال الواقعه. ان بعض الاحيان هذه واقعه مبسطه من حيث الواقع ديالها لانه هناك تسلسل، لكن قد تواجهنا نازله فيها احداث غير منتظمه وتكون بشكل ممعن من طرف السائل من طرف الاستاذ باش يختبر الذكاء ديالكم، يختبر مدى الصبر ديالكم على فهم الوقائع. فاذا قراءه الوقائع قراءه جيده ثم ترتيب الاحداث واعاده صياغه الوقائع باسلوب الطالب. لماذا نركز في منهجيه النوازل على اعاده كتابه الوقائع؟ لان القراءه بوحدها قد لا تكفي، قد اقرا الوقائع بنوع من التسرع بنوع من عدم التركيز مما يفوت علي الفهم الجيد للوقائع النازله. فاذا الصواب في تحليل النوازل هو القراءه الجيده للوقائع واعاده صياغتها. حينما نعيد صياغه الوقائع فاننا نكون امام تركيز دقيق وصياغه صحيحه وفهم دقيق لوقائع النازله. اذا بعد ما قرانا النازله واستخرجنا وقائعها عادي نمشيو نشوفوا الاسئله، اسئله مجهليه. اذا الاسئله المجهليه، هذا السؤال يتعلق بكل ما يتعلق باحكام الشركات؟ هل يتعلق الامر بكل انواع الشركات بشركات معينة؟ وما هو المطلوب مني في الشركات؟ إذا رجعنا للأسئلة الموجهة، ما هو شكل الشركة أو أشكال الشركة المقترحة التي تقترحها على الثلاثة؟ ثم أحكام الحصص، ثم أحكام التسيير. معنى هذا بأنني أنا كطالب وأنا أقرأ الوقائع وأقرأ أسئلة الأسئلة المذيلة بهذه النازلة، أحدد بأن نطاق السؤال يجب أن أجيب عن سؤال ما هو الشكل أو أشكال الشركة، ما أحكام الحصص المقدمة تبع لنوع الشركة اللي اخترته اللي اقترحت عليهم، ثم في الأخير ما هو الحكم القانوني أو أحكام التسيير الخاصة بنوع الشركة. إذا واش نتحدث على كل الشركات أم على البعض من الشركات أو على شركة واحدة؟ هو السؤال اللي غنجاوب عليه انطلاق أولا نحدو انطلاقا من الإجابة على السؤال الأول. إذا السؤال هو تيقول لي ما هو الشكل القانوني أو الأشكال القانونية التي تصلح لمشروعهم. دعونا نعود إلى الوقائع. ما هي وقائع النازلة؟ إذا الوقائع النازلة بأن أحمد وعائشة وعدنان اتفقوا الثلاثة على إنشاء مشروع اقتصادي ولم يحددوا له شكل قانوني معين. معنى هذا إذا أنا خصني كطالب نطرح الفرضية الأولى، إذا ما هي أنواع الشركات اللي عندي في القانون المغربي؟ بالرجوع إلى أحكام القانون المغربي غنوجدوا ما قلناه دائما، عندنا ما يسمى بحقيبة الاختيارات. حقيبة الاختيارات تجعلني بأنني في القانون المغربي أنا لست أمام شركة تجارية واحدة وإنما أمام أنواع معينة اللي هي شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والمحاصة والمسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء والمسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد وأخيرا شركات المساهمة. إذا السؤال اللي مطلوب مني وقد سألني إياه الثلاثة أحمد وعدنان وعائشة، ما هو الشكل القانوني الذي يصلح لنا في هذه الشركة؟ إذا باش نجاوب على السؤال ديالهم خصني نبدا نقصي اللي ما تيهمهمش. أول شركة خصني نقصيوها. إذا شنو عندي؟ عندي ثلاث شركاء. إذا تحصيل حاصل أول ما عنقصي شركات المساهمة. لماذا؟ لأن شركة المساهمة تتكون في الحد الأدنى من 50 مساهمين وهما عندي ثلاثة ديال الشركاء. إذا عنقصي شركات المساهمة، عنقصي شركات التوصية البسيطة بالأسهم. لماذا؟ لأن تتكون في الحد الأدنى من شريكين متضامن وثلاث شركاء موصين، بالتالي غادي نقصي أربعة غادي نقصيها إن هما هي ثلاثة بهم. إذا عنقصي شركة التوصية البسيطة. شنو بقى لي؟ بقات شركة التضامن وشركة المسؤولية المحدودة وبقات لي شركة التوصية البسيطة وبقات لي شركة المحاصة، أربعة اللي بقاو لي. من غندخلوا إذا شنو غنقول لهم أنا؟ هل يصلح لكم هل لكم أن تختاروا إحدى الشركات الأربع؟ جوابوا لا. علاش؟ لأن شنو قالوا لي هما؟ وأثناء المفاوضات التي سبقت انطلاق المشروع اتفق الثلاثة على شركتين تجاريتين ذات شخصية اعتبارية. معنى هذا تنقصي مرة أخرى شركة المحاصة لأنها شركة بدون شخصية اعتبارية. هكذا تلاحظون الطلبة الأعزاء أنني وصلت لأنواع اللي نقترح عليهم أنا كطالب في المادة في السؤال ديالي في النازلة، نقترح الثلاثة الأشكال التي تتلائم مع وضعيتهم. إذا زود شركة المساهمة، زودت شركة التوصية بالأسهم،
ايضا اقصيت قمت باقصاء شركه المحاصه بقوا ثلاثه: التضامن والتوصيه البسيطه والمسؤوليه المحدوده المتعدده الشركاء. واش نقول لهم ثلاثه يصلحوا لكم؟ الجواب مره اخرى لا. لماذا؟ لان عندي واحد السيد يمكن له يكون شريك في شركه التضامن. شكون هو؟ السي عدنان. ما السي عدنان؟ عدنان هو موظف بوزاره الصحه وسيحال على التقاعد في السنوات الاربع القادمه. بمعنى هو شنو هو اليوم؟ هو اليوم موظف عمومي. واذا كان موظف عمومي طبعا الاعزاء فانه في حاله التنافي. معنى هذا ما يمكنلوش يكون شريك متضامن لان الشريك المتضامن يعتبر شريكا تاجر. وعندنا صاحبنا ماله؟ عندنا صاحبنا انه موظف. واذا كان موظف ما يمكنلوش يكون تاجر. تلاحظون الطلبه الاعزاء بانني قمت باقصاء اربع شركات. اذا الشيء بقى يصلح لهم غادي يبقى يصلح لهم انقصح لهم. وعنكم جواب على السؤال الأول: ما هو الشكل أو الأشكال القانونية التي تصلح لمشروعهم؟ أقول لكم: لكم أن تختاروا بين شركة التوصية البسيطة. لماذا؟ لأن عندي شريك متضامن وشريك موصي. عدنان شريك موصي، وعندي عائشة وأحمد يمكنهم يكونوا شركاء متضامنين. وفي هذه الحالة نقترح لهم النوع الأول، نقول لهم يمكنكم أن تختاروا شركة التوصية البسيطة. الاختيار الثاني نقترح لهم يمكنكم أن تختاروا شركة المسؤولية المحدودة ذات شركاء متعددين. هكذا تلاحظون طلبة الأعزاء أنني انطلاقا من وقائع النازلة، داكشي اش قلت لكم في الأول، ركزوا ثم ركزوا على وقائع على القراءة جيدة لوقائع النازلة. تلقى بوقع النازلة قمنا بإقصاء أربع شركات. وماذا تبقى لنا؟ تبقى لنا في إجابة عن السؤال الأول اللي هو تقديم أي يمكن أن يختاروا إما شركة التوصية البسيطة أو شركة المسؤولية. ونكون بذلك في إجابة ديالك قد قمت بإقصاء مبرر لشركات الأخرى وقمت باعتماد مبرر للشركات التي تصلح لهم. وهكذا يكون الجواب ديالك جواب صحيح، وقد قمت بتنزيل جيد لأحكام القانون على الشكل القانوني لمشروعهم الاقتصادي. السؤال الثاني يتعلق ما هي الأحكام المنظمة للحصص المقدمة من طرفهم. بمعنى آخر، اليوم عتكون لاحظتي معي الطالبات والطلبة الأعزاء أنكم قمتم بإقصاء الشركات اللي ما نخدموش عليهم، اللي هما المساهمة التوصية بالأسهم واللي هو شركة المحاصة واللي قلنا بالإقصاء ديالهم والمساهمة. إذا في نهاية المطاف شنو غادي نتحدث؟ غنتحدث وغنجاوب على السؤال ما هي الأحكام المنظمة لشركة المسؤولية المحدودة وما هي الأحكام المنظمة لشركة التوصية البسيطة. بذلكم غيكون الجواب ديالي. وغادي نشوف ما هي أنواع الحصص اللي عندي، ثلاثة: حصة عينية، حصة نقدية، وحصة العمل. ما حكمها في هذه النازلة؟ وغنبدأ غنقول لهم غيكون الجواب ديالي: إذا ما اختاروا شركة المسؤولية المحدودة لمشروعهم الاقتصادي فإن أحكام الحصص هي على النحو التالي: وأسرد حكم القانون في هذه الحصص انطلاقا من وقائع النازلة. والعكس صحيح: إذا اختاروا شركة التوصية البسيطة فإن أحكام الحصص على النحو التالي، وآتي عليها. وعنبداو شركة المسؤولية المحدودة. في أنواع الحصص عندهم حصة نقدية يقدمها عدنان 100,000 درهم، ما عندناش حصة صناعية، وعندنا براءة اختراع. براءة اختراع وهذا كان سؤال باش تحسبوا فيه الذكاء ديالكم، هل هي حصة عينية أم حصة نقدية؟ براءة الاختراع هي مال، وإذا كان كذلك مال فهو حصة عينية. براءة الاختراع ليس بحصة صناعية، ليس بحصة عمل، هي حصة مال وقوامه براءة اختراع. وبراءة الاختراع هي عنصر من عناصر الأصل التجاري طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من الأصل التجاري من مدون التجارة. فبراءة الاختراع هو مال، ما دام أنه مال فإنه مال منقول معنوي، مال منقول معنوي أي له قيمة سوقية وقابل للتداول وقيمته 500,000 درهم. وسوف تقدم عائشة عقار بقيمة 400,000 درهم. إذا السؤال ما يحكم حصة إذا العينية والنقدية في هذه الشركة؟ غنقولوا بالنسبة للحصة النقدية العينية عفوا اللي هو براءة الاختراع واللي هي العقار خصهم يخضعوا لواحد الأحكام ضمن القانون ديال الشركات المسؤولية المحدودة. ما هو هذه الأحكام؟ كل حصة عينية تجاوزت 100,000 درهم أو شكلت أكثر من نصف رأس المال ديال الشركة يجب إخضاعها بالضرورة إلى تقرير يقدمه خبير الحصص. هالسؤال
اذا الحصه ديال احمد اللي هي براءة اختراع 500000 درهم والحصه عائشه اللي هي 400000 درهم، هاد الحصتين بجوج تخصهم يخضعوا لتقييم مراقب الحصص. مزيان، الا ما مشاوش لتقييم مراقب الحصص في هذه الحاله فان الشركاء يعتبرون متضامنين مده 5 سنوات اذا كانت هناك زياده عن القيمة الحقيقية لهذه الحصص. وبذلك نكون قد انتهينا من الأحكام المتعلقة بالحصة العينية. إذا الحصة العينية قلت عندها هذا الحكم هذا. نمشي لسي عدنان. عدنان يقدم 100000 درهم. 100000 درهم تنتحتون الحصة النقدية. إذا سؤال كيف تقدم الحصة النقدية في هذه الشركة؟ هنا يكون إما تحديد فوري وكامل. عفوا باش نرجع للحصة النقدية العينية. الحصة العينية يجب أن تحرر بشكل فوري وكامل. براءة الاختراع والعاقة. يجب أن يتم تحرير الحصة العينية بشكل فوري وكامل وأن تخضع لتقييم مراقب الحسابات أو مراقب الحصص بالشكل الذي شرحته لكم. بالنسبة للحصة النقدية، الحصة النقدية حكمها إما تحرير فوري وكامل أو تحرير فوري في جزء من الحصة النقدية وباقي ما تبقى من الحصة النقدية يمكن تحريره على دفعتين أو على دفعاتين في أجل لا يتعدى 5 سنوات. وهتلاحظوا معايا بأنك في هذه الحالة هذه تتنزل أحكام القانون على الوقائع اللي عندنا في هذه الواقعة. وبذلك نكون قد أجبنا عن السؤال المتعلق بما هي الأحكام المنظمة للحصة المقدمة في من طرفهم. إذا أعود وأقول في هذا السؤال الثاني ما مطلوش منك طالبة والطالب ما مطلوش منكم تجاوبوا على أحكام الحصص بشكل مطلق، وإنما تجاوبوا فقط على أحكام الحصص المتعلقة بالأشكال بالشكل أو الأشكال القانونية التي اقترحتموها على الثلاثة. فإذا إحنا في السؤال الأول حسبنا قلنا الشكل الذي اختاروه شركة توصية البسيطة أو شركة المسؤولين وحده، وأقصينا وقمنا بإقصاء شركة أخرى الأسباب التي أتينا عليها سابقا. إذا انطلاقا من تحديد الأشكال اللي اقترحت عليهم تقول لهم إذا اخترتوا هذا الشكل هذا أو هذا ها أحكام الحصص. إذا قصينا حصة صناعية إنما ما عنديش الوقائع ديال الحصة الصناعية، عندنا حصة عينية تحدثنا الأحكام ديالها وعندنا حصة نقدية تحدثنا كذلك عن الأحكام ديالها. ونمشيو للسؤال الثالث والأخير يتعلق بكيفية كيف يمكن تسيير الشركة المزمعي تأسيسها. إذا السؤال الثالث شنو الأهمية ديالو؟ واش عندنا تنطرحوا سؤال أو نجاوبوا على سؤال، نجاوبوا على السؤال التالي اللي السؤال تيقول هل تسير الشركة التجارية هل يخضع تسير الشركة التجارية لحكم واحد؟ جواب طبيعة الحال لا، وإنما حكم تسيير الشركة التجارية يتحدد وفق الشكل الذي اختاره المؤسسون ديال الشركة هذه. بمعنى شركة تضامن تسير بطريقة والأخرى بطريقة والثالثة بطريقة وهكذا دواليك. فإذا بتعدد الشركات أشكال الشركات تتعدد أحكام التسيير. إذا احنا ما هي الشركات اللي اقترحنا عليهم؟ اقترحنا عليهم شركة توصية البسيطة وشركة المسؤول المحدودة. إذا تبعا للشكلين اللي اقترحنا عليهم سيكون التسيير محددا طبقا للشكل الذي اختاروه أو اخترتموه لهم. هما جاء في وقائع نازلة أما بخصوص السير لم يصل الثلاثة إلى اتفاق بجنيه. إذا عندنا نأخذ هذه الواقعة وعندي نقول في السؤال الثالث وفي إطار جوابنا عن السؤال الثالث المتعلق بكيفية تسير الشركة المزمع تأسيسها نقول وانطلاقا وتأسيسا على وقائع نازلة لتقول لي بأنه أن الثلاثة لم يتفقوا أو لم يصلوا إلى اتفاق بتسيير نقول لهم إن حكم القانون في تسيير الشركة التي تعتزمون تأسيسها يتحدد وفق الشكل الذي سوف تختارونه. فإن أنتم اخترتم شركة التوصية البسيطة فإن حكم التسيير فيها على النحو التالي، وإن أنتم اخترتم شكل شركة المسؤولية المحدودة لمتعدد الشركاء فإن حكم التسيير على النحو التالي. ونبدأ فيما يتعلق بالاختيار الأول، لو استقر اختيارهم على شركة التوصية البسيطة فإن حكم التسيير على النحو التالي. ونقول لهم بأن التسيير في هذه الشركة أهم نقطة فيه جوهرية، وهذا تكون السؤال ديال التفوق ديال الطالب والطالبة في الجواب هذا تلقى من وقائع النازلة. شنو هو؟ شنو عندي الشركاء؟ عندي ثلاثة، عندي أحمد
تاجر او شريك عادي، وعندي عائشه شركه عاديه، وعندي عدنان شريك ماشي عادي. ما معنى شريك ماشي عادي؟ لانه شريك موظف، واذا شركه كان شريك موظف ما يمكنلوش يكون شريك تاجر. اذا هو شريك غير تاجر، داكشي سميناه شركه توصيل بسيطه. فعدنان شريك موصي، فلأنه شريك موصي فإنه طبقا لأحكام القانون 96.5 يحرم ويمنع عليه منعا نهائيا مطلقا قطعيا أن يتولى أعمال التسيير ولو بوكالة ممنوحة من الشركاء. معنى هذا إذن إذا اختاروا شركة ديال التوصية البسيطة نقولوا فإن من يقوم بالتسيير شكون هو؟ إما عدنان بمفرده أو عائشة بمفردها أو هما معا أو يأتيان بمسير أجنبي. ولكن النقطة الجوهرية والجملة الأساسية في الاختيار الأول بأن عدنان لا يجب أن يقترب نهائيا من أعمال التسيير حتى إذا ما تولى أعمال التسيير خلافا للمقتضيات القانونية ولو بوكالة، فإن مسؤوليته تتحول من المسؤولية المحدودة في حدود حصته إلى مسؤولية تضامنية. وبذلك نكون قد جاوبنا على الشق الأول من السؤال الثالث. الشق الثالث والشق الأخير، لو اختاروا شركة المسؤولية المحدودة، هنا تقول لهم وتنزيلا لوقائع النازلة نقول بأنه بالنسبة للتسيير ديال شركة المسؤولية المحدودة، هنا المشرع أطلق يد الشركاء في اختيار مسير إما من بينهم أو مسير من الغير. التسيير قد يناط بهم جميعا مع إقصاء، دائما عندنا نقصيهم التسيير. لماذا نقصي عدنان من التسيير؟ لأن التسيير في هذه الحالة عندنا الموظف، وبحكم وظيفته تتنافى مع عملية التسيير في الشركة. صحيح ما لا يكتسب صفة التاجر بانتمائه لها، ولكن مع ذلك يخضع للمنع الوظيفي دياله. ما عندناش هذه المسألة هذه بصريح النص في القانون ديال 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 ديال, ديال المنظم قانون 96.5، ما عندنا بصريح النص، لكن تستشفوا من مقتضيات أخرى قانونية. لاحظوا معايا بان التفاوت في المعلومات ديال الطالب، هنا غندخلوا ونطرحوا واحد السؤال بالنسبه للطلبه بالنسبه للدرجات ديال التقييم. وقد نكتب بشكل متقارب بيناتنا، ولكن تيكون التقييم مختلف بعضياتنا في النقطه المحصل عليها. هذا مرده الى ماذا؟ مرده الى طريقه التحليل والى عمق التحليل والى كثافه المعلومات القانونيه عن الطالب وبين الطالب. فاذا فاش قلنا مثلا اشكال الشركه مثلا في السؤال الاول، كان يقول لي شركه التوصيل بسيطه وشركة المسؤولية المحدودة، جاوبك صحيح ولكنه جواب غير مبرر وغير مستفيض من ناحية البرهنة ومن ناحية المعلومات القانونية. فلا يمكنه أن نعامل طالب أجاب بشكل مقتضب جدا مع طالب أفاض واستفاض في تبرير وتعليل وتأكيد الرأي الذي انتهى إليه. هذا وكما قلت لكم في البداية بالنسبة لمنهجية التحليل النازلة القانونية، لا نحتاج إلى خاتمة لأن هذا موضوع ما فيش باش نختمه بشيء معين. يتعلق الأمر بإيجاب بتنزيل حكم القانوني على وقائع معينة انطلاقا وتأسيسا على ما تم تقديمه لنا كوقائع، وانطلاقا وتأسيسا على ما تم استفسارنا بشأنه أو بشأن هاته الوقائع. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا التمرين المتعلق بكيفية تحليل نازلة قانونية. أشكر لكم حسن الاستماع وطيب المتابعة، وأتمنى لكم إن شاء الله السداد والتوفيق في حياتكم الشخصية وفي عمليات المراقبة. أتمنى لكم بالغ التوفيق وشكرا لكم.